رغم عدم تسجيل أي حالة، قررت الجزائر العمل بمبدأ الاستباق، فوضعت استراتيجية خاصة على مستوى نقاط الدخول إلى الجزائر لرصد أي حالة مشكوك في حملها لجذري القردة، خاصة تلك القادمة من المناطق الموبوءة. الشيء المهم وهذا اللي يطمنوا به المواطن ونبدأ به أنه لا توجد أي حالة مسجلة لحد الآن في الجزائر، ولم حتى لم تسجل أي حالة، وما فيهش حتى حالات لمشكوك فيها، وسكون أبل لي كاس سوسبي. نورغانيزي رينيو اجتماع للجنة الفرعية الوطنية اللي فيها عدة قطاعات، تخص عدة قطاعات اللي دخلوا في 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 الجانب لما تكون في حالات كما هذه الحالة. مع وجود هذا الخطر الضعيف قمنا كذلك باش بدينا في إجراءات وقائية، وذلك عن طريق تقوية نظام المراقبة الموجود في كل المداخل إلى الجزائر، خصوصا هذه المداخل عن طريق الايروبور ولا سكون أبل المطارات أو كل الجوية أو البرية أو البحرية وكل المطار، كل النقاط فيه إجراء الآن يعمل على تقوية هذه النقاط وكذلك تجهيزها. وهذا هو الشيء المهم، لأنه في الجزائر كما كلكم يعرفوا أنه عندنا كل الإمكانيات، إذا تجهيزها بالأدوات اللي راح تستعمل في المراقبة. بعد تصنيف الحالة المشكوك فيها إن وجدت، يتم إخضاعها للكشف السريع PCR للكشف عن الفيروس، ضمانا لمحاصرة أي حالات قد تدخل الجزائر ومنع زحفها وانتشارها. عندنا كا سوسبي، كا بروباب، كا كونفيرمي. الكا كونفيرمي لازم له لا PCR. هذا لو سيستم هذايا اللي عيطي خلاص لما نبداو المراقبه في النقاط الدخول، ولا لما يكون في حاله الكلاسي والحاله بهذه الطريقه. من بعد ان فوا نكلاسي الكاسوس بي ولا حتى في البدايه في نوكات ابيديميولوجيك تندار مباشره، لانه لازم الشخص هذاك اللي شكيت فيه او حتى كونفيرميت لا مالادي، لازم الاشخاص اللي كانوا كونتاكت معه بروش، نعاود كلمه بروش، لازم كذلك لازم نجد اون دوا ليدونتيفي. عدم تسجيل اي حاله الى حد الساعه في الجزائر لم يترك السلطات ساكنه متفرجه، بل شرعت في وضع خطه واتخاذ الاحتياطات الضروريه لتحصين البلاد من خطر هذا الفيروس.